مشي حامي على خوه توان خوه يا بطاط كنديرانا وييه كنديرانا مع عزيز كنديرانا كنديرانا مع بطاط كنديرانا كنديرانا عدتوني وخا ديري لي مش ما تهمنيش بطاط كنديرانا واتش فهمتينا اخويا شعبي 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 قلت لينا شويه ولقوا حنا كاسين تصنطوا صافي انا طبت انا طلع شي طرا استحمد واش بغيتي غادي نكلحوا العربي دا حلمنا طول عمرنا حلم دوبنا بينا بينا لا حلمنا حلمنا عمرنا زعما الغربي ممكن بيان سور ودير لينا مايكل جاكسون ايجلز إلفيس بريسلي دابا هات دابا هاد احمد هذاك كتكون كتحتارمو حتى كيتبصح ياك بريسلي كان عيد ليه هاد الدابيس كان هكا يدابس اش دار الاغنيه من انا مومو تخبا كنقول لك واحد المعلومه تفيدك في حياتك المستقبليه قول لكم تخبا حنا كنكونوا ما كنحترموكش اون فوا كتهضر كنوليو ما كنحترموكش اونكور بليس بليس فين الشكل عطيته شريت طوموبيل عالجيته يو فين الشكل عطيته شريت الفيلا وعالجيته عيونه بكيسان فمه خاتم لونه قهوي تبارك الله على المحافحفين تبارك الله على زرقين الضفر واحترام كبير احترمتو لي حيي سعد قفل كسعكس نوريو سكت انت إلا انت بالضبط عقل شيئا متى أيوه ولدنا رانا تبارك الله على سيدي أحمد ها سيدي أحمد اللي تسنى باركتو دار الشوها في حالته عشبك حالته أهلا بابا والله تشرفتينا أبابا واحد شريف شرفنا ولا ما شرفناش ما تخلاش السابقه داك ما والو عايد الا بغينا نخلقوا شويه السعاده تتقاد السعاده مع الوقت ميتا الى الوقت ميتا سير ديال الغفران ولا الشهداء ولا سيدي مسعود حدا امي الله يرحمها وتدفن انت وياها تما سير اشرب لك شي قهوه في الخلاء والجلاء والسلاء وقرع لك دربي هاي هاي راه ما كرهناش السي عبد القادر نمشيو للقهوه ولكن فين هاد القهوه راه بغيتي تشرب قهوه خصك تهود للسونتر بغيتي تهود للسونتر تشرب قهوه ديال 10 درهم خصك 50 درهم عاد ديال المركوبه صح علاه انا الرئيس ديال المجلس البلدي ديال كيفلت ولا زعما مول الزنقه ما فيها باس لا درتي شي قهيوه ولقاو حنا فين تفجوا فين فوجوا نسرحوا ويناتنا وتدخل الصرف فكره هائله حائله مائله غادي نشد جوج حوانت غادي نقرنهم غادي ندير فيهم قهوه الشفش شق الشعر والله يهتم وليت يشرب عندي قهوه كيتسمى كيشرب قهوه في مير ولكن قهوه واخا نقولوا تقدر ديرها ولكن في مير المير منين غتجيب؟ غادي نجيب لهم بانيو بانيو لواحد ونحطو لهم حدا رجليهم واحد صباط وتقاشرو ويخشي تما باش يتسمى كيشرب بابي دونك لو ياك غادي الحضاره ديال دابا جيب جيب كي جيتكم؟ استثمروا اغانيكم استثمروا ابداعاتكم لكن هدنه هدنه حتى لا تتصفيق اكلتو شكرا بابا شكرا لبابا
الكلمة الآن مول بابا مزيانة قهيوة مزيانة قهيوة فهمتني على هاد الأفكار ديال والو مالنا والسيد مول الزرقاء باغي يدير قهوة وأنت مالك تدخل سوق راسك تدخل سوق سقل سقل شوية يا أختي نقول لك نبغي نقول شي حاجة تشاور معايا هي الأولى وغيسد لينا المحلات دابا الله يعاونك مومو امين امين فرح ما جا سول عليا حتى حد اختي ما تسول فيك والله ما دخلت المحالي بقات عيني على محالك صافي الله يرحم الوالدين الله يخليها بعديها اش نقول لك اختي داك الموضوع اللي بغانا عليه عبد القادر لا كان باغي يشرك راه حانوتك والبقره هما اللي يتشاركوا محالي ومحال عزيز راه ما يصلحوش راه بيناتنا الباء زعما دابا انت قضيتيها هاتي شوفي ها محالي راه البارا بيناتنا تنا راه بيني وبينهم باب راه الا بغى يجمعهم راه غادي يجمعهم غيشد البيبان غيحولهم ولا فق المحالات بديعه اش بغيتي تتا لا والو غير غنشاركوا المحالات نشاركوا المحالات نشاركوني في الحلال ونديروا مشروع واحد فيه جوج ديال المشاريع اسمع احمد اش غادي نقول لك غادي نقول لك كلمه واحده عندك الماء والزيت واللبن والمناضة والسماء والأرض والأمريكان وروسيا يقدروا شي نهار يتشاركوا إلا أنا وياك عمرنا ما نتشاركوا ونسى هادوك الأدوليسونت واش هما مالكم كديروا بحال دوك اللي كيقراو في الليسي مالكم واش أنا عباد الله جابدة معاكم موضوع قدو قداش نتوما كتهضروا في هاد الشيء أنا عندك الحق أختي فرح شوفي دابا نهضروا في المعقول نيت دابا عنتي دابا والنظرية ديالكم بغيتي ديري مشروع ما واش غتختاري هاد المحل هذا اللي هنا جا مطرك ولا هاد المحل اللي شوكه انا راه بنت ولدي نتوما اللي هزيتو عليا شوكتكم فهاد الزنقه راه هذاك هو اللي غادي يصلح ماشي محل مالكم وقع شي حاجه وانا في خباريش زعما ما كتحسوش بتأنيب الضمير وانا ما كاينش عندك الحق بنتي مزيان اللي جيتي شوفوا الصراحه بنتي قاريه ودكتوره كبيره هي اللي غتفهم فهادشي وعندها بعد النظر ناخذ الراي ديالها احسن شوفي عبله مثلا شي نهار فكرتي بغيتي ديري شي قهوه اش من جهه غتختاري هاد الجهه ولا هاد الجهه واخا سمحوا لي ندير النظر ديالي تديري النظر قلنا لك شوفي لينا المستقبل انت قلنا لك فرقي عبيناتنا هاد الجهه ولا هاد الجهه فرح هاد الشيء راه كيبغي بعد النظر خصك تكون فيزيونير لي سمحوا لي انا الا بغيت ندير القهوه غنديرها في واحد البلاصه واعره تكون شي فيو هي هذيك ماشي في هذا الدرب المفحفح يا بنتي الله يهديك راه قلنا عامه واسمح لي كنحترمك فلوسي هذوك قهوتي هذيك نديرها فين ما بغيت وهاتي للدريه هاتي منين جابوك الفلوس شتي شتي السي احمد عبقيتي ساد على بنتك في هذاك الفاغماسي تتشيرت شي نهار تهز الصنطه تخرج تصاوبتنا في هذا الدرب هذا والله ما كذبتي يا فرح حمدتك يا ربي وشكرتك اللي ما خديتك شكرت انا تشيرت وليت نضرب عباد الله بالحجر ونهز الحجره وندير ونعاود نهز الحجره ثاني اخرى وندير وجات في ديال الحجره يا اختي شري عتق جيب الدواء يا سيدي يا مرحبا نزيفو من الفلفل الاخضر ايه وحبه من الفلفل الاصفر اش من الاصفر الفلفل الاخضر اللي كنعرفو حنايا ايه ندير فيها شيئا من القشده قشره ولا لقي علاش عليا القشده هي الثلاجه حنا عندنا عمرها غير بالماء الحامض حطر السلامه يا ربي عاودتي مشكل نجيب كتشم هذا الريحه اللي كنشم انا اش غنشم انا واش انا تقدم قدامك في الشمام انت ريحه الماء وليتي كتشميها ريحه الدجاج وريحه السقوفه لا 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 هاد المره كنشم ريحه ديال الطياب شي ريحه بنينه كطيب بما انا راه جيبي لي طاب اقهرتي لي النهار داير شي تلوحه وانت كنسعي على الافوكا الفستق على البروكولي انا بار نسيتي انا النهار كله وانا غير كنبريكولي لا انت ركز معايا ركز وشم معايا شم لا 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 ما كنشم شويه دابا انت كتشمي حاولي ديتيكتي ليا الريحه منين جايه راه هي راه مجهده في واحد القنت حاولي تجبديه فهمتيني شوفي انت الامور المسائل ديالك انت الريحه شماليه شرقيه متجهه نحو الوسط الغربي ياك مع مريقة هائجه الى قليلات الهيجان شميتيها انا جايه انا جايه ناري المرة تخلط ليها الطبخ مع النشرة الجوية مع الجغرافية أسلقي عالمر عنونو في الغداء آياتا نونو
الناس. نو نو سي احمد نو نو صافي بركه وا نو نو بركه من هذا الزعتر هذا. لا لا الزعتر ما كاينش كاع ناصبين بالزعفران زغبه. ها والله العظيم اختي حافك ويلي ويلي الا جات على خاطرك انا مزوقه فيك نشوف. سمحي لنا اختي راه كتوحم ما كتعرفي لوحم كي ديال ام المسائل راه غير صافي بارك بارك صافي ماشي هذه الريحه اللي كنت كنشم. لا ماشي هذه صافي ندخلوا في حالنا. لا ما نخرجش والله الا ما قطع والله ما نخرج. وشو وشو ميت انتي مالكي خارجه بنيتي تشمشمي غتقادي الهوا من الزنقه. ما كنتو واش هاد الريحه ديال الطياب خارجه من عندكم؟ هيا بنيتي خارجه من عندنا. كي شتي انتي مولات الخير دايرين واحد الطاجين باللحم والجلبانه والقوق. ايوا لالا ودايرين الزعلوك بالحامض والزيتون مسلاله. ايوا لالا والبطاطا باقي الله غادي نقليوها تنبغي ناكل هادشي راه ديالي انا لحقاش دايره الريجيم. اما مالي الدار دايرين واحد نص خروف في الفران تيشويو فيه ودايرين فوق منو شي بصيلات وشي فليفلات وشي ميطيشات والزبيده. هادشي اللي بان ليا قدامي. ما كلتهم؟ اي تكزاجير لا؟ تا هما مطيبينهم دايرينهم حتى على وحده. عفاك عفاك ما تشدنيش حاول ما تشدنيش. انا اللي ما تشدينيش انا كاع ما حامل ما كنتوحم ريوقي سالوا لي زيدي زيدي. الله اعلم اش باقيين يطيبوا في الكوزينه راهم مخشيين كلهم في الكوزينه. شوفي ما تنسي لي شي خبيز يكون فيه شي حاجه واخا تكون كاع بارده ماشي. الا بقى لك شي حاجه الا بقى. اجي راه غادي يبقى الا خليتيها صافي يلا. الله يرضي عليك يا بنتي. جا عطي معاك صوبينا كلنا. وراه الا بقى قلت لك الا بقى. سي نجيب سي نجيب واحد الهنيهه لا سمحت لي الله يرحمك الوالدين. لا قول قول ماشي مشكل حنا جيران الحمد لله. دابا ما كيباش لك راك تعطلتي شويه على الاولاد. دابا فهد ولدك عنده 10 سنين انت غتكون عندك شي 50 ولا 60. انت الله يهديك انت دابا في هادشي ديال الزواج عندك بزاف ديال الامور المسائل ما يمكنلكش انت تفهم هذاك الشيء. عارف قلتها لي اجي عندك اجي. انت شغلك؟ ها؟ انت سوقك؟ لا واش انت شغلك؟ لا لا اشحالك شطاطك انت؟ لا لا ها؟ لا ادوا اش بينك انت وبين شي مزوجين السليباتير اللي حطك؟ انت اخويا خدمتك ها خدمتك ها هي انت خدمتك انت انت خدمتك ما تديهاش فيا انايا انا ولد ولا ما نولدش شغلي هذاك حياتي هذيك صافي تفهمنا يلا بلاصتك بلاصتك مزيان انا راه باقي شباب انا راه باقي شباب نقدر نتزوج ها بلاتي والله حتى الفرق ليكم في هاد الحومه هادي ونطلقوهم عليكم وتشوف ديك الساعه صافي 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 ما تعصبش السي نجيب واش مومو يديو عليه الناس. ما ديت عليه ما والو غير كتعرفي البشر كيدخل شي امور ما بلد برد تكالمه والله كاع ما تعصب ما تعصبش راسك معاه. لا يخطك لالا فرح لالا يخطك والله الا كبرتي يا السي نجيب. كبرت في عينك لالا فرح ولا كبرتي في السن. كلتو فين هو الحاول المشوي؟ فين درتوه؟ تسالت قلبي تحت الطوابل واش حنايا مش مخبي تما ولا تحاولي شويناه وهرب؟ فينا قولي فينا انتوما اش من حاول يوم مشوي واش من شوي كتهضروا عليه؟ سوقتي راه الكريته كتوهم قولي اه وسوقتي سو فاني ما عمرني شفت شي وحده كتوهم على هادشي. حنا في كندا باغ كونتر المراه فاش كتحمل كتقطع اي حاجه خايبه ليها والبيبي بحال المونادا ولا سكريري وداكشي. لا بنيتي حنا المراه هنا تبقى واقفه لك على الصح حتى حاجه ما تقطعها من الماكله بالعكس كتزيد واحد الكيلو ديال الفاخر تبقى تغزط فيه النهار كله ونهار يتزاد الدري يتزاد صحه سلام خاصو عم يصرف. فينا هو الدري؟ فينا هو الشوا؟ لا لا طاطا نجوى غير كيتفلاو عليك ما كاين لا حولي لا والو من نهار جينا هنا وحنا كنكملوا الشهر غير بلادس. ياك كتشوف ما كتحشميش ها والله القسم الا غادي دي الذنوب ديال المحمق هاني فين قلتها لك يا ربي يا ربي اش بغيت ليك اش بغيت ليك ما عندي ما نبغي الضفطار الصحي ديالك كامل عامر ما فيه فين تزيد. يا ويلي يا بنيتي انت باقا عاقله على داك الضفطار الصحي هذاك راه عمر وسالا وزدنا واحد اخر قرب يعمر حتى هو. والله ما ندعي عليك ها عارفه كتموتي على الدور نخلي لك هكاك لا تطرقك شي مراره
يطرطق لي شي مره راكوني هانيه محيده 20 عام هادي ولا الا بقيت معاك راه تطرطق عليا انا والصراحه كاينه شي ريحه ديال شي حاجه بنينه ما عرفتش راه كاينه والله الا كاينه عطيتي التليفون ديالك عافاك اختي شكرا اختي شكرا شوفي جي عندي نقطع لك لي بوينت والله الا يديا سخيه هذا صاحبتي واش انت اللي مطيبه طيبه القلب من الصباح وهي اختي كنشمشم في الزنقه واحد الريحه ديال الطياب ما عرفتش منين جايه يلا سيري لا جيت عند كلتهم فقصاني عزيز وضويت معاك وعاودتها لك قلت لك السيده عطيها جلابتها هاد العشيه هاو هذيك راه غلطه تاع الضعاف نعاودوها لعباها من الاول يا واش هذا عبد القادر ولا كذبتو؟ كذبتي، هذا البريديجي، الرئيس المدير العام ديال شركة القهوة في البرازيل وساو بولو أحيانا. وهاد السيد اللي كدوي معاه من تما بقلة الحياة كيقولوا له السي. واخا، حنا غنعيطوا لك فيتامين السي عبد القادر، غاه يلا حملك الوالدين هاد المحل ديال عزيز بعد لي جوج خطوات ودير محلك القهوة فيما بغيت. أشوف السي عبد القادر. أم ولاد الخالة عندها الحق واش حنا مكمشين في هاد الحانوت ما دخلنا لا شمش كل ما لقاماك وحنا في خطر واحد القضية أخرى كيقولوا جدودنا والأسلاف ديالنا اش قالوا؟ فكرتيني في سلافنا كان مسلفك شي فلوس تتبعها هذا ما رجعتيش لا 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 سي باك باقي ينعاش العظيم اش قالوا جدودك السلاف؟ قال لك أسيدي زنقة بلا خياط فحال كوستيم بلا صباح اللي الخياط مهم في الزنقة اشناهو اللي مهم في زنقة السعادة؟ ما حالك هذيك البارا اللي داير فيها البريدويات 250 درهم هذيك راه مقضية ديال سيمانة لله ياك اختي بانت لك غير البارا انت ما فراسكش داك المثل اللي كيقول نسى الجميلة وكسي جميلة الناس راه كيسمحوا في لباسهم وفي حوايجهم وفي كرشهم وكيتهلاو في وجههم حيت الوجه كيتجاب اما الكرش معرفو الناس باش معشيه حنا راه الناس الضواقه اما الغلاقه خليناهم ليك ما باين على داك الوجه نيت هذا خويا كنت مصيفطه تقرا ولا تبدل سال عدو اختي تعلمتهم بجوج غير هو القباحه النفو ايوا والله تنصوت على خويتي من هنا شويه الاحترام واش ما شفتوش مول الدرب ولا يلزمني التوقير الحي حي سانتوليا غادي نبشركم بواحد الكلام اللي هو كيتعتبر معادله اييه انا فكرت مزيان بعدا تما غوصين وتفحص لقيت على ان المحل ديال عزيز الخياط ما صالح لياش القهوه الله اكبر دار الحق وضعك الباطل كتمثل في الرساله انت معلم يا سي عبد القادر وهذه ضرب كلامتك وفا هات قرديفه ها كما ينير في العرقوب انتي جديد بالاحتياط سكتوا هذه ميطه ميطه تلو الاخرى لقيت على ان الحانوت ديالك غيصلح لي الديبو ونحط فيه القراعي ديال المناضه خاوين كانوا ام عامر كاينه شوف سي عبد القادر واخا مكلخ ذكي انت شوف شوف كي غادي تجي ديبو عزيز للنساء والرجال فقط تبارك الله عليك شتي تتا واخا عندك فرماسيان مريض ولكن اللي كيحيرني وباقي ما زقيتش فيه هو فين غادي ندير القهوه واش في البارا ولا عند فرح الخضاره انا الا سعفتيني ودي السي عبد القادر غيب كل شيء وبدا من الاول دي الساس دي الساس هذاك الساس هو اللي غندفنوك فيه ونصلوا لك صلاه الاستسقاء تدخل سقاس تسكت شويه تدخل سوق جواك شويه زهرك روحي ليا القاعه ديال البنج غادي نخيط ليه فمو هاد خونا هذا اللي باك عندنا غنجيو الساس حفعو الساس دخلوا قادوس تسكت شويه تسكت شويه كفى عنف طاردي على ولدي فكره هائله نائله فائله انا ندخل الدار نبرك واحد البركه ونخدم موطوري في هذا الشيء اللي قال الاخ وباش ما خنزي غادي نجاوبكم سي عبد القادر واحد هنا يهق اي وليدي هذا الجواب اللي غتاخذ دابا غتستعن فيه بصديق لا ولدي لا هما اللي غيستعنوا صديق ليش باش تهز معاه مراحيل عجبك الحال اجي اجي شوف شوف عندي معك واحد الجلسة خاصة غادي ندوينو لك واحد الموضوع خاص جلسة مغلقة سي عزيز إلا سمحتي لا لا شوف سي أحمد خليه ليا أنا ليا خليه ليا سي أحمد فيكسيه ليا خليه ليا فيكسيه تسمع تسمع سي أحمد باغي ندوي معاه شي هضرة خاصة بوجهو إوا سيريا كلثوم هذاك الشيء اللي بغيت لك راه فيك نجوى فيك نيت نجوى وقفي كدامك وحشمي شويه تبعدك لك التوحمي في الدرب
هوي لا صاحبتي جهلتي عيقتي. زهرة ما تخلينيش نفكرك في اللادي ماضا. اختي شنو فكريني في اللادي ماضا يلا. عقلتي فاش كنتي كتوح مع المشمشة؟ يا ولدي انا ما تفكريني عقلت. فين هي؟ ماشي خرجت في القدم ديال الدرية. ها ولا فوكا يا ناري اختي وعلى الذاكره عندك ديال التمساح. عرفتي هذيك لافوكا كنت كنقول لكم جيبوها ليا بالعظم وهي ما كايناش. وفين هي دابا؟ خرجت لها في المطيخه. ها اللي ما بغيتش داك الشيء اللي خرج لك في بنتك ما بغيتوش يخرج ليا في بنتي الا ولدي. والله حتى كنشم ريحه الطياب. وانت راه كاع شميناها على مزدينات عاسكت صافي. نشوفوا واش بلاتي نسولوا فهره. ها راح اجي العام الدريات اش بغيتو؟ كلشي اختي ما سولناكش عطيتي واحد الريحه كي شتي زينه ديال شي حاجه كطيب. شكون اللي مطيب؟ انا ناصبه واحد الطويجين ديال المعزي. الله عرفتو الدريات مخضراه بجليبينه والقوق وعرفتو دغمرتو دغمرتو بالزعفران شعره والسمن الحايل ما نعاودش ليكم كي داير. يلاه طليت عليه دابا كيبقبق. قلت لك شميت الزعفران زغبه. صافي على جوا عرفتي. راني مخلياه وناصبه يطيب على مال. تا يقرب يقرب يشرب هاو ندردر عليه شويه ديال المعدنوس وزغايبه ديال الزيت العود. يا بركه يا بركه يا اختي وراه قدام السيده كتوحم. شوفوا ما كيعواش. ذوقي لي والله يا اختي ما نصيب. بغيت نذوقك ونضيفك الاجر ولكن انا الطويجين ديالي ماشي ديالي بوحدي مفارده فيه انا وشي ناس ما نقدرش نعطيك تجليبينا. والله نفكوا حيلك على خير اختي نجوى نمشي نطلع على الطويجين. سيري اختي سيري انت السم كيتكثر منك. شتي لي اختي زرياك واش تذوقني ياك ولا واحده في راسي ياك. صافي ما تبكيش. شوفي انا مزوقه في كانت راه من تسمى الزهره مولات الخاله باش يحلفوا موالينات الخاله الا دوزتها ليها وديك الساعه غتقولي لي معلمه غتردر في الزيت البلديه. وصافي دوي ديري يدك قدامك وما تحكيش ما تحكيش راه القوق صعيب وكبير حتى لا باش خرج نوليو بمشاكل. يلا ما تمسكينيش تحترمي الفقراء. سيمونتي بصح هاد الشابادور. ايوا بغيتك غير واحد جوج دقائق الا كان ممكن. ايوا شتي ملي كتأدبي كيفاش كنتعاطف معاك غادي نعطيك اربعه ديال الدقائق. يدوي حتى تعيا يدوي فيا وملي تسالي خلي مني عن مومو مول الصقلة. كثر خيرك. شكرا اولدي. كثر خير. شكرا. اسي عبد القادر راه سهل الوقت ديال الطفليه وديال واش ديما مزهوب وديما عندك ما يدار. تواضع معنا شويه تواضع وتصنت لينا شويه. صنت لك خبار ديال وحده الله روب انت عزيز. اعطيه القاصح. لا سيدي انا ما قاد على قاصح لا انا قرينو. لا لا انا سيموتي والله ما عندي مع القاصح بالله. انا كان شي حاجه فيها طليب وفيها رغيب. مرحبا. شتكم بحال كتشوفوني كترهبوا. بديعه تكلفي بخونا هي الاولى خويا عزيز عبد القادر. من بعد ما اجتمعت انا والزملاء ديالي ودرنا واحد الاستفتاء وشفنا شكون هما الناس اللي بغاو القهوه تبنى هنا في الزنقه وشكون هما الناس اللي ما بغاوهاش ومع ما تشاورتو وسمياتهم وكنيتهم كاينين هنا في اللائحه. قولي لي انت قولي انت بلا ما توريني السميات قولي لي انت شكون اللي معايا وشكون اللي نردي. انا غادي نقول لك السي عبد القادر هما راه 80 واحد اللي ساكنين في هذا الحي وشفناهم واحد بواحد 79 فيهم ما باغينش القهوه في الدرب وواحد هو اللي باغي القهوه. طيب ويلي كيفاش 79 كلهم ياك حنا 80 بالاجماع اللي كاينين في هاد الزنقه كلهم موافقوا شكون هو قد المفوغ ماطي اللي ما بغاش؟ انا نقول علاش انا كنبغي منين نصب رجليه نشربهم شي قهوه. هي بغيت شي قهوه تكون في الدرب بنادم يسرح فيها رجليه عا ما تكونش المحل ديالي المحل ديال فرح المحل ديال البديعه ولا حتى الحانوت ديالك رجعنا ديبو غنحيدو هذاك الشيء وغنحطو ديبو فهمتيني؟ لا لا كنتو كدوي دابا ما جاوبتكمش طرفتو 79 كلها الهجيه ما قلتلكمش علاش ميلتو درب صنط ليا يا الحبيب على قبل وجهيه غادي ندير لك قهوه وحدك على مظلوم المضيوم فيها كرسي واحد طمره وحده طاس وحده سطوطاس وحده عشق وحده سكره وحده وغادي يبرك فيها واحد وغنسميها مقهى الزبون الوحيد يا ما بقاش طيح بيا قدام بيناتنا سي عبد القادر. هاني دابا عاد عرفت المروه ديالك والقساوه ديال الحب ديالك الليلي. السي عبد القادر شاط خرجت يدي ومسات للرباط ما تمسكينيش وقريت طلبه وقريت شرفه وقريت فقره
مشات لهبط صافي ما بقى عندنا ما مشات لهبط يا قالك مشات لهبط مشات لهبط يا اخي بالك انا حبيبي زهرة يعني كتعرف زهرة اه راه كيقولوها راه كيقولوها كيقول لك ما يخطفك ويخونك ويخدرك غلك يعرفك والزهرة وسيم يا ودي عولنا عليك ودي عزيز واش غنديروا دابا صافي ما تعصبيش صافي مساكنه ديك هذيك 76 واحد صافي علي الشيطان صافي ها راه ديك السكوره اللي عندك وديك القواره صافي ايوا هاكاك اعتقلي عزيز دير شي حاجه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله السلام عليكم السلام ولدي بسم الله عمي اش هذا واحد الزينه ديال الكيسان عرفت راك غتشرك المحلات وغدير قهوه ما بغيتش نجي عندك بيدي خا شكرا وراك مشكور ومرضي عليك ذهبا وايابا ربي يخليك عمي مزيان وليدي منين جيتي بغيت نتشاور معك تشاور معايا تم العقل فكره القهوه عجبه وبانت لي مناسبه عمي بزاف كاع راك عارف حيت فترة الخطوبة كدوز دوران في القهاوي وانا ان شاء الله من بعد ما نخطب سارة بغينا بلا ما نبقاو ندورو داكشي نجيو نضلو عندك وعلاش؟ وباش تبقى بنتك تحت عينك ليطمئن قلبك تنضربو البيض في الكعبة اسمع وليدي نقول لك راك ديما عزيز عليا في جميع الحالات فكرة قهوة أشعة أنا عطا القلي مسلوبية ومسرح فيهم العيا ومخليهم باش يحبوا بعضياتهم أما الشطر الثاني تلو الاخر اللي جاي على قبلو لي والزواج ديالك مع بنتي المصونه أيه. عندي لك ما يفرح وفرحني عمي الله يحقك والله لا كانت لك انا يا علي اليمين وما شرطت عليك الشرط ونفدتي الا شتيها ولا طليتي عليها ولا من الخاميه قول لي اللي بغيتي عمي عطيني الشرط انا ندي انا معاك من اوجوغ دوينه هذا تصبح زيرو ميكا ما تبقاش تفرش عادات الناس ايوا تسكت ولا نبرح يا براح تشوف اخبارك في الاخبار ديال الوحده بجميع اللهجات انس يلا سري سمعتي حاجة؟ لا صمتي كذا؟ نقخا ماما 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 فيك ما دير واحد لاجر وتاخذ عليه إن شاء الله حسنات إلا ما كانش غنخلص فيه الفلوس نديرو لا لا فابور دابا كي شتي أنا ماما خويا كنتوحم باكم سعود الله يبارك فيك وفرح دايره طاجين ديال المعزي شوف احنا طلبنا منها غير شنيتي فالهاد السيده مسكينه حامله وحله فراسها السيده هزت مقامها للفوق وقالت لك لا انا فارده فيه ما غاديش تعطينا تا واحد القطيطه هذيك واحد القطيطه منا واش ندير خاصني ندير نشفرو لا 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 انت يا ما ديرو والو احنا اللي غنشفرو انت غير لاهيها لينا انت وكان صافي ما طلبت واحد موجود سيو فرح يلا 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 سلامة مومو سلامة فرح سيري سيري تال من بعدو جيبي لي الفلوس العام اجي اجي نقول لك اش الدريات واه اش بغيتي انت مالك لاركي وانت تعيط عليا وشوفي دابا سبحان الله العظيم شحال وحنا جيران عمرني ما سولتك هذاك هويب اخوك شحال من شده تشد يا ويلي وانت قول شحال من طلقه تطلق وهويب اخويا مسكين مشدود على طول ولكن عقلي ينفعني الشده الاولى مشدود على النصب والاحتياج الشده الثانيه مشدود على محاوله الانتحار والثالثه مشدود على السرقه الموصونه والرابعه مشدود مسكين وهذه اللي بقات في قعدت قدام فيها علاش حيت دخل الفضول فهمتي والرابعه والخامسه والسادسه وداكشي حتى بلاتي مالي انا معذبه معاك بلاتي نجيب النوت بلوك ديالي هو اللي مقيده فيه اي سيري سيري هاني جايه سيري سيري خلينا ندوي في خوك هوايبع مع ربما ياكلوا حاجبه في الحبس انا راه عند خوك هوايبع داخل ليا من هنا وخارج ليا من هنا ماما يا ويلي يا مومو الطاجين خليته فوق البوطه ما بانش لك ما عندي ما نخبي عليك فرح نجوى مسكينه كتوحم وتشهات وانت ما بغيتيش تعطي لهم لهيتك تداو شنو؟ واللي ما فراسكش هذاك الطاجين اللي عطيتيه ليهم راه كوني مفاضه فيه انا وياك واش داو طاجين انا وياك طاجينك نك 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 نجوى نجوى أنا جوعة شوية الخبيز. إيجلز زيت في مونشستر تاع. شو مكسكيز بادا.
تبارك الله على المحفحفين، تبارك الله على زارين. تعجبني تاتا واخا عندك فرماسيه المريض. هاتي اتصلتوا ليا واخا عندك فرماسيه الضحكه داخله الضحكه داخله. هو سيريا كيتو ماش بغيت ليك، علاش ندعي ليك؟ علاش غندغي؟ هذا يا ربي علاش ندعي؟ علاش؟ باردون لا بنيتي، حنا المرا هنايا توقف تعاد حتى البلاصه فاش حاجه. سي عبد ما تمسكينيش انت، واش تماكيتي يا عطيه؟ ما عنديش بعد شي ديال القاصي.